وكم من أناس أصبحوا مجرمين كبار ومفسدين كبار، والسبب أنهم صحبوا بعض الأشرار، ولد ونشأ نشأة طيبة وابتلي بصديق فاجر ورفيق مجرم، وتدرج به شيئا فشيئا إلى أن أصبح ذلك الوديع من كبار المجرمين ومن عتاولة المجرمين، وكان في بدء أمره على الاستقامة، لكن ابتلي برفقة سوء. فعلى الإنسان أن يتخير الرفيق ويتخير الصاحب، ليس للمؤمن أن يمشي مع من شاء، كما قال الحسن: ليس للمؤمن أن يمشي مع من شاء، لا يمشي مع كل من هب ودب، لا، يتخير. وتأمل ذلك في قول النبي عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، لا يمشي مع كل أحد، وإنما ينظر من يخالل. وإذا تحدثنا عن الأصحاب والأصدقاء وتأثيرهم في الإنسان، فإنه في زماننا هذا وجد نوع من الأصحاب لم يكن موجودا في الزمان السابق، وأثر في مجالسيهم تأثيرا عظيما جدا. ما هو؟ صحبة القنوات الفضائية وشبكة الإنترنت. هذا الآن نوع من الأصحاب وجد الآن في زماننا، ما كان موجودا في الزمان السابق. وكم أثر هذا الصاحب على القلوب، على الأخلاق، على الأديان، على العقول، كم أثر، كم تخربت من عقول، وكم تهدمت من أخلاق، وكم فسدت من عقائد، وكم وجدت من أفكار فاسدة باطلة من مجالسة هذا الصاحب. تجد الشاب أو الفتاة يجلس أمام القنوات ويدير هذه القناة والأخرى والثالثة، هذه قناة قائمة على الشهوات، وهذه قناة قائمة على الشبهات، ولا يزال يجلس مع هذه القنوات وتلك المواقع في الإنترنت، وتصب في قلبه أنواع الشهوات وأنواع الشبهات، فهو جليس في غاية الخطورة على مجالسه، وأضر بكثير من الشباب والشابات إضرارا عظيما.